الو ألو، قلبي يا رب، السلام عليكم. قلبي يا رب. السلام وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلبي يا رب. وعليكم السلام، اتفضلي. أستاذ وليد. أريد أثبت عصمة المعصومين بآية قرآنية، ممكن؟ ممكن ان شاء الله، بس آية محكمة. نعم. لا لا لا، واحدة واحدة بس. آية محكمة. انت عارفة بسم يعني ايه الله آية الرحمن محكمة؟ الرحيم، راح أقرأها للآية. استني بس، استني استني. انت عارفة يعني ايه آية محكمة؟ آية محكمة يعني أنت تريد يعني بالأسماء، بالاسم؟ لا، انت عارفة يعني ايه آية محكمة؟ يعني عارفة ايه المحكم وايه المتشابه؟ يعني مثلا محمد رسول الله يعني بالاسم قصدك، مو؟ يعني آية محكمة يعني كلنا نسمعها نعرف انها في عصمة الأئمة. ماشي يا صديقي، خلي أقول لك الآية وأقنعك بيها. ماشي، اقنعيني. يلا اتفضلي. المسلم اللي عقله يعني مو كامل، ها هاي مو مشكلتنا، لان هو ما يقتنع عقله مو كامل. احنا شنو يعني مو مشكلتنا، هو عقله مو كامل. فيعني ساني خلي اعطيك حجتي، الحجه عليك، وبعدين انت تقدر تنتقدني. اتفضلي ماشي. اتفضلي اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. هاي الآية، قول لي شلون؟ شلون؟ بالبخاري باب الأدب المفرد، باب الجزء الأول، صفحة 133، رواية رقم 164. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب، الحسن والحسين سبطاني من الأسباط، سبطاني من الأسباط. هنا عندنا بالآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى، وبها والأسباط، وهنا سبطاني من الأسباط. الأسباط هنا يعني الله سبحانه وتعالى يوحى إلى الحسن والحسين، يعني طيب. يوحى إلى الأئمة، منها الأئمة معصومين بهذه الآية، يوحى إليهم سبطان من الأسباط، جميل. يوحى واحدة واحدة إليهم. ممكن بس واحدة واحدة والعصمة، واحدة واحدة العصمة واحدة. هو الإيحاء منه، أنا سمعت يعني منك، كل ممكن تسمعي مني؟ إلى وحي. أنا سمعت منك، ممكن تسمعي مني؟ نعم، يلا تفضل. ممكن تجيبي لي بس تفسير، اي تفسير عندكم، سواء الطبطبائي، الجنابذي، الفيض الكاشاني، الطوسي، الطبرسي، لهذه الآية وبالذات كلمة الأسباط؟ ممكن. شوف استاذ وليد، انت هسه تقول انتم ما تاخذون من المعصومين، صح؟ انت ماما هو ماما برنامجك ماما اليوم ماما انه ماما انتم ما بالله تاخذون من عليك المعصومين، سريحيني يا ماما. انتم ماما تاخذون من ماما ناس ماما واسطة واسطة. ماما هسه انت نفس القاعدة جاي ماما تطبقها، ماما ماما انت ماما تريد هسه اجيب يا لك أمي واسطة، يا صح؟ أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي. أنا أنت جبت تفسير من دماغك، أنت جبت تفسير من دماغك، تمام؟ تمام ولا مش من تمام؟ دماغي. أنا بقى عايز إن أنت آية تقنني. اسمعي قدامك، بس، أقول اسمعي لك إذا اسمعني واحد ما كان اسمعيني يبدأ بس قال اسمعيني تفسير وأنا جبت ثاني اسمعيني التفسير، حضرتك، أنا عايزك بس أنت تقنني. بتقول ما هو أنا أنت آخذ، التفسير اللي حضرتك انت فسرتيه ده، علموا المعصوم ولا لم يعلموا؟ شلون؟ التفسير اللي حضرتك انت فسرتيه دلوقتي، هل المعصوم ليش علمه ام لم الرسول عليه يعلمه؟ الصلاة والسلام عليه يقول الحسن والحسين سبطان الأسباط، يا ليش؟ ما يا ما انت عارفة كلمة سبط يعني ايه؟ يعني ابن البنت او بنت ابن الولد، طيب جميل تعرف قوي، ماشي استاذ وليد. جميل ماشي بس جميل جميل. سلطان بس اسمعني للاسباط هو الرسول عليه الصلاه اسمعيني والسلام، بس عليه كان عنده بس الحسن والحسين، من اسمعيني وين بس جو الاسباط؟ اسمعيني بس اسمعيني. اذا انت قصدك هذا، يا ماما اسمعيني. فإن لا كان اله يقصد الا الله. يا الرسول ماما عليه الصلاه والسلام انت عليه بالعه راديو، انت الاسباط بالعه اللي هو راديو ما سبحانه وتعالى بتسكتيش. اوحى اليهم، يا اللي ماما يوحى انت بالعه اليهم. راديو، انت بالعه راديو، بالعه راديو. لا ما بلعب، طب خلاص ما يعني بلعب اسمعي راديو. شويه، اسمعي انت انا بس. التفسير يلا اللي حضرتك تفضل تفضل. فسرتيه دلوقتي لابد للمعصوم ان يكون علمه ام لا، يعني التفسير اللي حضرتك فسرتيه دلوقتي، هل علمه المعصوم ام جهله؟
يعني حتى على معصوم، يعني انت تريدني اجيب المعصوم على ما وجه له الحديث؟ ايوه انا عايز بس تفسير المعصوم للايه الكريمه ديت، انا مش عايز عندنا اكتر من وايد، كده. احنا بكتبنا انه المعصومين عندهم وحي، يا ماما عندهم انا عايز وحي بس تفسير من غير المعصوم للايه رسالة، مو ديت، جبري. يا ماما ماما انا عايز بس تفسير المعصوم للايه ديت. اقول لك استاذ وليد، يعني الله سبحانه وتعالى من يقول اوحينا الى ام موسى، هو يعني اوحينا الى ام موسى يعني شنو؟ يعني انا عايز اقول لك يعني حاجه، شنو؟ انا عايز يعني اقول لك ده حاجه بس وحي جبريل اسمعيني مو بس جبريل اسمعيني، مو والله ما رسالة. هتسمع، والله ما هتسمع، انا خفضت عليك الصوت عشان تسمعي. ما انت كده بتنتقلي لمرحله ثانيه الا وهي ام موسى كيف اوحي اليها، كيف اوحي اليها. في حاجه اسمها وحي الهام، يعني القاء الكلام قريب من الاذن او في الصدر. الله عز وجل اوحى الى النحل كمان، فهل معناه ان سيدنا جبريل نزل للنحل؟ هل معناه ان سيدنا جبريل نزل لام موسى؟ افهموا يا جماعه افهموا، يعني يا ريت تفهموا، ما يجيش كل واحد يقرا لي كلمه من موقعه يجي يقولها لي. فانا بطلب من حضرتك دلوقتي تفسير المعصوم للايه، انا ما طلبتش حاجه، يعني انا طالب تفسير المعصوم للايه، اتفضلي. انت قلت هسه وحي الهام، نعم احنا بنقول المعصومين عندهم وحي الهام، وحي الهام مو وحي رسالة، يعني مو جبريل عليه السلام، وحي الهام. يا ماما انت برضو دخلنا سيبنا القصة ودخلنا في مسألة هل هو وحي إلهام ولا مش وحي إلهام. يا ماما انا عايز افهميني، انا عايز تفسير المعصوم للآية دي عشان نعرف بس مين الأسباط اللي موجودين في الآية بس، والله يعني انا مش عايز اكتر من كده. ممكن حضرتك تتفضلي وتدخلي اي موقع كده لأي كتاب شيعي يكون من التفسير وتجيبي لي تفسير الآية دي بس، مش عايز اكتر من كده، اتفضلي. وباحث وعالم، يلا تفضل. طب ولو جبت لك انا شنو الاسباط؟ الاسباط هنا شنو معناه؟ انا لو انا جبت لك، لا انا مش هتكلم من معايا، انا هتكلم من الموقع بتاعكم، موقع كنكم، ايه رايك؟ انت تروح على المواقع عن كعير في التفسير اقتنع بيه. يا بنتي انا اجيب لك اقنعني الموقع انتوا، اقنعني انا اقنعني هنا تفسير عقلي، يلا شنو الاسباط؟ انا دلوقتي سمعت ان عقيدة الشيعة ما بيكلموا كلمة الا بكلام المعصوم، والا يكون المعصوم نعم نسى التفسير دوت، وما قال لنا ان الحسن والحسين من ضمن الاسباط اللي موجودين في الآية، صح ولا مش صح؟ فالسؤال، هل الحسن الرسول بل والحسين، والرسول اسمعيني بس معصوم. اسمعيني بس، هل الحسن والحسين هم موجودين في الاسباط اللي موجودة في الآية ولا لا؟ هتقولي لي نعم، صح ولا مش صح؟ نعم جميل قوي، ما فيش مشكلة يا ستي. بصي انا عندي قاعدة جميلة، ولا هروح لتفسير ولا هروح لأي حاجة، مع ان ما عندكوش تفسير واحد يقول ان الاسباط اللي موجودين في الآية يدخل من ضمنهم الحسن والحسين، تمام؟ دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، انا موافقك يا ستي ان هم الحسن والحسين بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في معنى الاسباط اللي موجود في الآية. طيب الامام زين العابدين والامام الرضا والامام عليه الباقر السلام، والامام الصادق، نعم ازاي نعم يتعاصموا؟ اتفضلي. اتعصب بحديث الكساء، حديث الكساء، امشي وليها بعيد، امشي حديث الكساء. احنا امشي بالنسبة لي امشي يعني وليها ان بعيد، الشيعة امشي حديث يا ست الكساء، العيد، امشي يا ست العيد. الله انت مش سبحانه انت اول تعالى ما نزل دخلتي حديث قلتي، الكساء. اسمعي، انت مش انت اول ما دخلتي قلتي حسبت لك عصمة ال 12 امام وفي الاخر طلعوا اثنين؟ لا، الحسن والحسين سبطان من الاسباط، يعني اسمعيني بس، في الاخر طلعوا الاسباط اثنين، هنا اسمعيني بس، طيب في الاخر طلعوا اقول اثنين، لك طلعوا اثنين صح؟ عندنا آية قرآنية ثانية تقول يقول روحي عليها، وفتقناها روحي يمكن عليها. هيك 12 اسباطا، 12 اسباطا. اقول لك انا استاذ وليد، انا بالنسبة لي روحي يا الاسباط روحي هنا عليها، ام الله يرحمها، ما انت المعصومين، يا تسمعي الحسن يا والحسين تسمعي سبطاني يا تقفلي سبطاني، الراديو اللي انت يعني جايه بيه اثنان من وتفهمي، المعصومين. اسمعي اسمعي يا تفهمي تقفلي الراديو ده وتبقى عايزه تفهمي، يا اما هقفل عليكي. يلا تفضل ما هو مش بطيخ، شدك هو مش بطيخ،
والقرآن مش لعبة لحد، مبطل. ومش أي حد يجيب أقول أي لك احنا آية كلنا ويبدأ عندنا عقل وخلاص. ونفهم، عندنا اسمعيني بس عقل ونفهم، اسمعيني يعني ما يريد يفهم كيف. اسمعيني 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 اسمعيني. بص يا ماما، بص يا ماما، هناك آية كريمة في القرآن الكريم تتحدث عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلو أنا جبت لك مثلا من كتبك وقلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه صديق، والآية تتكلم على أن الصديق في الجنة، إيه؟ هل أنت ستقتنعي أن أبا بكر الصديق في الجنة؟ زين أستاذ وليد، هل هذا الكتاب اللي راح تجيبه من عنده قايله معصوم؟ حديث أنا ما معصوم؟ بكلمكيش عن العصمة دلوقتي، ما بكلمكيش عن العصمة، لا لا لا، أنا إذا أنت بكلمك جبت لي عن، هذه أنا الرواية بكلمك على إنه معصوم إطلاق. قايلها اسمعيني بس، بأي كتاب أنا شيعي أنا هجيب أصدق. لك من كتب يلا شيعية، تفضل هجيب لك من كتب شيعية، مفيش مشكلة. تفضل طيب، يلا أنا قول لي أي هتفضل والله، معصوم إذا هتفضل قايلها بكتاب هتفضل شيعي. هتفضل، بس أنا عايزك تقري بالمسألة ابتداء، تقري بالمسألة ابتداء، تمام؟ إذا معصوم اسمعي قايلها، بس، لا معصوم إله إلا قايلها الله، ما بكتاب أنت مش عايزة شيعي؟ تسمعي ليه؟ أنت مش عايزة تسمعي ليه؟ اسمعيني الأول، هل أخليك الأول معصوم؟ تقري حلو بالمسألة، اسمعيني بقى، هخليك الأول تقري بالمسألة وهتحف عينيك بما لم تريه قبل كده، تمام؟ الآن لو أتيت لك من كتبك بأن أبا بكر الصديق سمي صديق، هل تعتقدي بأنه بهذه الآية في الجنة أم لا؟ إذا أنت ده تقول إذا الشرط، يعني إذا الشرط، ايوه، لو جبت لك دلوقتي، لو جبت لك من كتبك ان النبي صلى الله عليه من وسلم اطلق كتبي على ابي هل بكر هذه الصديق، الرواية، اسمعيني، لا اله الا الله، اطلق على ابي هل بكر هذه الصديق انه الرواية صديق، منقولة عن اسمعيني، معصوم؟ مش هتسمعي، مش هتسمعي، انا ما اتكلمتش دلوقتي في العصمه، العصمه خلاص، العصمه انتهينا منها، ما تستطيعي تلعبي بالايات وتقولي عصمه ومش عصمه، لان حتى الايه اللي قلتيها استاذ ولو وليد، تمشيت شوف معاكي، اسمعيني بس، ولو خليني تمشيت اجاوبك. معاكي فهي اتكلمت عن اتنين، ما اتكلمتش عن ال 12، تمام؟ فارحمينا وارحمي دماغنا بالله عليك، مش ناقصه. لكن انا دلوقتي من بنفس الاسباب، الزامك انت، مجموعة اسمعيني بس، بنفس الزامك انت، واحد سني جاب من عندكم ان الصديق رضي الله عنه وارضاه اطلق في كتب الشيعه انه صديق، انه صديق، تمام؟ والآية تقول أن الصديق في الجنة، أن الصديق في الجنة، فهل وقتها ستعتقدي أن أبا بكر الصديق في الجنة أم لا؟ زين استاذ وليد، هنا أنا يعتمد على عدة شروط. اسمعني اسمعني استاذ وليد، دلوقتي بقت تعتمد على عدة شروط وهتبتدي تقول الشروط، مع ان المفروض هي تقول طالما هو صديق في كتبي وصديق في الايه بنفس الوسيله اللي هي استعملتها بتاعه الاسباط، يبقى كده خلاص، طالما صديق عندنا في الكتب وطالما الايه بتقول ان الصديق ده في الجنه يبقى المفروض يبقى في الجنه، مفيش شروط بقى. ولما تقول لها لو سمحت طب اقرأي لي كده معنى الاسباط في الايه من اي تفسير عندك، اي حاجه يا جماعة، الناس دي تعبانة نفسيا والله، والله الناس دي لسه ما اتفتحش عليهم، الناس دي أنا أحس إن هم ما بيعملوش بشر. أصل بص أقول لك حاجة، لما أنت تبقى في مجتمع، يعني هقول لك حاجة، السرايا الصفراء، السرايا الصفراء اللي هي مجتمع المجانين، يعني ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب ويعافيكم، مجتمع المجانين، هل هم كلهم مجتمعين مع بعض حاسين ان في واحد بيعمل حاجه غير التاني؟ يعني حاسين ان هم مجانين؟ لا بالعكس، ده ممكن يكونوا حاسين ان هم اعقل الناس، والناس اللي بره السرايا الصفراء دول هم المجانين، وهم اللي جوه السرايا الصفراء هم اللي عاقلين. فالمجتمع الشيعي كده، هم بيقعدوا يحدثوا بعض، بيكلموا بعض، فلما بيكلموا بعض يعني لما يجي لك معمم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكه الى المدينه، ولكن هاجر الى المدوره اللي موجوده في الكوفه،
هاجر الى المدوره اللي موجوده في الكوفه. فلو هو مش عارف ان اللي قدامه دول مش هيستوعبوا كلامه، لا مش هيستوعبوه، هيمرروا كلامه وياخدوه يصدقوه، هل كان هيقدر يقول الكلام ده؟ لو هو يعلم ان مجموعه البراطيش اللي جالسين قدامه دول بيفهموا هيقول الكلام ده؟ يعني لو مجموعه البراطيش اللي قدامه دول فاهمين وقاريين هيقدر يقول الكلام ده؟ مش هيقدر يقول الكلام ده. فعندما علما ان هؤلاء البراطيش لا يفهمون ولا يعقلون فاطلق عليهم ان المدينه ليست منوره ولكن مدوره وهي الموجوده في الكوفه. لما واحد تاني يجي يقول لك والتين والزيتون وطور سنين، يقول لك طور سنين دي اللي هي الكوفه. يعني يجي يقول لك طور سنين دي اللي هي الكوفه. الله، فالله المستعان. يعني طب انت، يعني انا بقول لك يا اخوانا، ما هو انت طالما اللي قدامك ما بيفهموش قول اللي انت عايزه بقى خلاص. طالما العقل الشيعي فهم قاعدين مع بعض فبيحدثوا بعض، فيجي يقول لك علي بن ابي طالب قتل 400 من الجن، فقول له لا يا عم ده ممكن يكون قتل اكتر. يعني هم قاعدين بقى بيحدثوا بعض، لا يا عم ده ممكن يكون قتل اكتر. لكن لما يجي واحد مثلا عاقل قاعد في وسطهم يقول لهم طب لما هو علي بن ابي طالب قتل 400 الف من الجن، ليه ما استطاع لعمر ولا استطاع ان هو يسترد الخلافه بتاعته وبتاع؟ تلاقي الشيعي بلم كده. لكن طول ما هم قاعدين مع بعض ما عادي، يعني عادي. اما مره التين والزيتون الحسن والحسين، ومره التين والزيتون بلاد، ومره التين والزيتون مش عارف ايه، في اي حاجه في اي حاجه بقى. فالله المستعان. ف ربنا يهديها. بص يا اخوانا، هنا ده تفسير البيان، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيقول ايه؟ أعاد ذكر هؤلاء بعد ذكر النبيين تعظيما لأمرهم وتفخيما لشأنهم. والأسباط هم أولاد سيدنا يعقوب، وقيل إن الأسباط هم ولد إسحاق، وقيل هم الذين إلى آخره. تمام. طيب هنا دول كانوا نبيين، كانوا نبيين، ماشي جميل أوي. لما كانوا نبيين يعني معناها نبيين، اه والله نبيين، ورسل، اه والله رسل. طيب جميل، يعني هو بيتكلم عن اشخاص بس جمعهم في كلمه ايه؟ الاسباط. بيتكلم عن ايه؟ اشخاص وجمعهم في كلمه الاسباط، يعني بيتكلم عن اشخاص بعينهم. طيب جميل قوي، اه والله بيتكلم عن اشخاص بعينهم. فعشان سيدنا الحسين من الاسباط فاصبح هم من الاسباط اللي موجودين في الايه. طب ازاي برضه؟ ماشي. عشان كده الشيعي دايما بيهرب من التفاسير حتى بتاعته، يعني عشان كده حتى الشيعي بيهرب من التفاسير بتاعته لأنه خاوي. طيب لما نرجع لحديث المنزلة هتلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن علي بن أبي طالب موضوع الإمامة. طب لما نرجع للآية، الآية بتتكلم على أن كل هؤلاء إما نبي وإما رسول، واستثنى علي بن أبي طالب من مسألة النبوة. طب معناه أن علي بن أبي طالب يدخل في معنى الرسول أو النبي، أو يدخل في معنى الأسباط أو الحسن الحسين، يدخل في معنى الأسباط ده؟ لا، ما يدخلوش في معنى الأسباط ده، لأن معنى الأسباط هو تعريف لأناس معينة، تعريف لأناس معينة وليس الأسباط بشكل عام. بس هتفهم مين يا عم؟ الله، إن شاء الله خير.